قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد. قال: فصل في بطلان الوصية. إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة، فلو وصى أن يشتري عبد زيد بمئة فيعتق فمات أو لم يبعه سيده فالمئة للورثة، وإن وصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة، ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة، وإن قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئا، ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية ردت إلى الورثة، ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية، ولو وصى لوارثه ولأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس ويوقف سدس الوارث على الإجازة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى من تبع هديه واستمع بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بطلان الوصية. في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأحكام التي تترتب على بطلان الوصية، وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى مبطلات للوصية. من هذه المبطلات التي تبطل الوصية منها موت الموصى له المعين قبل موت الموصي. من أوصى له مات، موت الموصى له المعين لأنه محدد قبل موت الموصي، لو مات الموصى له بطلت الوصية. من أوصى له منها كذلك رجوع الموصي عن وصيته في حياته، رجوع الموصي عن وصيته في حياته بتصريح أو بدلالة، فهنا أيضا تبطل الوصية. ومنها كذلك تعليق الوصية على شرط لم يتحقق، تعليق الوصية على شرط لم يتحقق، كأن يقول لو يعني كان فلان كذا، أو لو جاء فلان من كذا فيفعل كذا، فهو يعني يعلق الوصية على شرط والشرط هذا لم يتحقق فتبطل الوصية. ومن هذه المبطلات كذلك زوال أهلية الموصي بجنون أو ردة ونحوها، زوال أهلية الموصي بجنون أو بردة ونحوها. طبعا إذا زالت أهليته حتبطل جميع تصرفاته، بطلت جميع تصرفاته. ومنها كذلك رد الوصية من قبل الموصى له، الموصى له رد الوصية لا يريد، خلينا نكمل بس، رد الوصية من قبل الموصى له هذا أيضا تبطل به الوصية، يعني هو لم يقبل، أوصى له بشيء لكن لم يقبل، رد الوصية من قبل الموصى له. ومنها كذلك السادس قتل الموصى له الموصي، واحد يعلم بأن فلان أوصى له فاستعجل فقتله، نعم. ولذلك النبي عليه السلم يعني قال لا يرث القاتل، لا يرث القاتل. ومن هذا الحديث استنبطت القاعدة الشرعية أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فإذا قتل الوارث يمورثه فبالأحرى فمنع من الميراث، فكذلك إذا قتل الموصى له الموصي فإنه كذلك تبطل الوصية. ومنها أيضا هلاك الشيء الموصى به، أوصى له مثلا بالسيارة
أو يعني تلفت السيارة، حصل حادثة تلفت السيارة، يبقى بطلة الوصية. أوصى له ببيت احترق البيت، بطلة الوصية. حصل هدم احترق، يعني بطلة الوصية. إذن هذه هي مبطلات الوصية. فمتى بطلة الوصية بأي سبب من هذه الأسباب المذكورة، حينئذ هناك أحكام تترتب على ذلك، منها أن المال يعود إلى من؟ يعود إلى الورث بجميع. لذلك قال إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة، يعني رجع الضمير هنا يعود على المال، المال الموصى به إلى الورثة مرة ثانية. فلو وصى أن يشترى عبد زيد بمئة فيعتق فمات، يعني مات العبد اللي هو وصى. طبعا الوصية هي تفارق الهبة، لأن الوصية هي أحكام تنفذ بعد الموت. فهو أوصى بهذا، فإن يعتق عبد زيد بمئة، فعبد زيد هذا مات العبد، أو لم يبيعه سيده، رفض سيده أن يبيعه، فالمئة للورثة كأن الوصية لا شيء، لأن هنا بطلت إيه؟ بطلت هي الوصية. قال وإن وصى بمئة تنفق على فرس حبيس. الفرس الحبيس هو الفرس الذي يعد للقتال في سبيل الله، يعني يحبس على القتال في سبيل الله. قل وإن وصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات، أي فمات الفرس، فهي الورثة، فهي المئة التي كان قد أوصى بها تعود كذلك الورثة، لأن بطل الشيء الموصى به. يعني هنا يعني هلاك الموصى له، هذه من أسباب مبطلات الوصية. قال ولو وصى، وكل هذه يذكر لك أمثلة على بطلان الوصية حتى يبين لك أنه متى بطلت الوصية رجع المال إلى الورثة، ما لم يكن قد أوصى بشيء آخر. قال فلو وصى، ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج، فهي للورثة. يعني هو أوصى في فلان زيد مثلا، أوصى أن هو يحج عنه بألف جنيه أو بألف دينار، فلم يحج يبقى هذا، يبقى المال هذا على الشرط، فهي للورثة، يعود الألف كلها للورثة. وإن قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج، يعني كأن يكون مثلا الحج هيتكلف 800، فهو أوصى لزيد بألف بيحج بذلك، فزيد هذا يعني لم يحج، فطلب إيه؟ طلب النفقة الزائدة. قال أنا لم أحج لكن أعطوني النفقة الزائدة التي أوصى لي بها، لا يعطى منها شيء، لأن المال الزائد هو أعطاه بشرط الحج. لأن المال الزائد يعني لو كان الحج يتكلف مثلا 800 هو أوصى له بألف، فهاتان 200 هو كان قد تركه له بشرط الحج، فلم يفي بالشرط، ولذلك لا يعطى من المال شيئا. لذلك قال لم يعطى شيئا لكوني خالف الشرط، خالف شرط الوصية وهو الحج. قال ولو مات الموصى له قبل موت الموصي، هذا أيضا من مبطلات الوصية، أو رد الوصية، يعني لم يمت لكن رد الوصية، لا يريد الوصية، لما علم إن فلانا أوصى له بشيء قال لا أريد الوصية، يبقى سواء مات الموصى له أو رد الوصية كلاهما مبطل للوصية. قال رد إلى الورثة، يعني رد المال إلى الورثة. ولو وصى لحي وميت، يعني أوصى لزيد وعمر، ده هذا له يعني أوصى يعني بثلث المال لزيد وعمر، فتبين فمات زيد يعني فعمر يستحق السدس، نصف الثلث. قال فللحي نصف الوصية. وإن وصى لوارثه وأجنبي، أوصى لأحد الورثة بثلث ماله، طيب قال فللأجنبي السدس، ويوقف ويقف سدس الورثة على الإجازة. طيب هو طبعا المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولذلك الوصية لوارث باطلة إلا أن يشاء، إلا أن يجيزها الوارث، لا
لأن المال مال إيه؟ مال الورثة، فيكون تضلع منه. فعلى ذلك وإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله، بثلث المال. قال في هذه الحالة وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله، الثلث ده بين إيه؟ بين الأجنبي وبين الوارث. الأجنبي هياخد الثلث يا لا محالة، لأن الثلث ده شريك بينه وبين الوارث. وأما الثلث الذي خص الوارث فالأصل أنه لا وصية للوارث إلا أن يجيزها الورثة، ولذلك ويوقف ثلث الورثة على الإجازة، أي على إجازة الورثة لمثل هذه الوصية، لأن الأصل لا وصية للوارث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقا فالوصية لوارثه. فهمنا هذا؟ إذن هنا كل هذه الأحكام في هذا الباب الذي يعقده، هو يعقد هذا الباب حتى يبين لك أنه متى بطلت الوصية بأي سبب من أسباب الإبطال فإن المال يعود إلى الورثة. أيضا من الأمور المعتبرة في إثبات الوصية الكتابة، من الأمور المعتبرة في إثبات الوصية الكتابة، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: ما حق امرئ مسلم يبيت له شيء يريد ان يوصي فيه الا وصيته مكتوبه عند راسه. يقول: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. وهذا يدل على استحباب كتابة الوصية، هذا يدل على استحباب يعني كتابة الوصية، لا سيما إذا كان عنده له شيء يريد أن يوصي فيه. ولذلك الله جل وعلا يعني ينبه على هذا الأمر، فيقول الله جل وعلا في ولكم في القصاص حياة يا أولي الباب لعلكم تتقون: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، إن ترك خيرا الوصية. وهنا هذا حاجبنا إلى هذا التنبيه، وأن هنا اختلف العلماء في هذا الخير لأنه غير محدد في الشرع، فالعلماء لهم أقوال في ذلك متى يعني يستحب الوصية ومتى لا يستحب. فالذي جاء في نص القرآن إن ترك خيرا، وهذا المقدار غير محدد، ولذلك اختلفت فيه أنظار العلماء. البعض يقول لو ترك 100 دينار لا يعني لا يوصي، لو ترك أكثر من ذلك يوصي. بعض يقول لو ترك 80 دينار لا يوصي. على أي حال هذا المقدار غير محدد لأنه لم يرد فيه نص. والمعلوم إن فيكون الأمر هنا طالما أنه لم يرد فيه نص، يبقى المال الكثير عرفا اللي عنده مال يعني كثير عرفا يبقى هو الذي يستحب له كتابة وصيته، أما من ليس له مال فلا يستحب له كتابة الوصية لأنه ليس عنده شيء. ولذلك في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يعني يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند راسه. إذا كان عنده شيء يريد أن يوصي فيه، هذا بالنسبة للمال، قد يكون يريد أن يوصي بالنسبة للحقوق، يوصي بشيء، هذه مسألة أخرى. لكن عموما إن ترك خيرا، هنا في نص القرآن ليس هناك تحديد للمال، فالمعتبر في ذلك هو ما كان، إذا كان المال يعني كثيرا عرفا فإنه في هذه الحالة يستحق له كتابة وصيته. طيب، فكتابة الوصية هي من أسباب، هي أحد طرق إثبات الوصية، ومنها كذلك من طرق إثبات الوصية كذلك الإشهاد لمن لم يكتب، أنه يشهد على هذه الوصية. فلو أشهد عليها 2 ولم يكتبها كفى ذلك، يعني ممكن واحد لا يدرك الكتابة فيشهد فلان وفلان من العدول يشهدهم على الوصية، فيشهد رجلان بأنه قد أوصى بكذا فتنفذ وصيته. ومنها كذلك إذا كان لا يستطيع الكلام حتى ممكن يستعمل إشارة، بشرط أن تكون الإشارة
مفهومة ولها دلالة. فعلى ذلك أيضا من طرق إثبات الوصية الإشارة لمن عجز عن الكتابة ولمن عجز عن الإشهاد. والأولى بكل الأحوال الجمع بين الكتابة وبين الإشهاد. هذا يعني 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 أفضل أنواع إثبات الوصية التي يجتمع فيها الكتابة مع الإشهاد على تلك الوصية. باب موصى إليه. تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصي فعله من قضاء ديونه وتفريق وصيته والنظر في أمر أطفاله. ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت ولايته عليهم ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه من الحظ من البيع والشراء وقبول ما يهب ما يوهب لهم والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤنته بالمعروف والتجارة لهم ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح وإن اتجر لهم بنفسه فليس له من الربح شيء وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ولا غرم عليه ولا يأكل إذا كان غنيا لقول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وليس له أن يوصي بما أوصى إليه به بما أوصي إليه به ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه ويجوز ذلك للأب فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب إلا الأب أو وصيته أو وصيه أو الحاكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الموصي إليه عندك الموصى إليه مش مشكلة هي باب الموصي إليه. والموصي إليه هو الذي عهد إليه الموصي بالتصرف بعد الموت سواء في المال أو في الحقوق. الموصي إليه هو الذي عهد إليه الموصي بالتصرف بعد الموت سواء في المال أو سواء في الحقوق. فيكون الموصي إليه في هذه الحالة بمثابة الوكيل عن الأحياء. إذن هناك فرق بين الموصى له وبين الموصي إليه. الموصى له هو الذي وهب له الشيء، هو الذي وهب له الموصي، أوصى له بشيء. يعني فلان أوصى لزيد المستفيد، فزيد أنا هذا طالما وهب له أوصى له يبقى هذا موصى له. أما الذي نتحدث عنه هنا مش شيء آخر، وهو الموصي إليه وهو الذي عهد إليه الموصي بالتصرف بعد الموت سواء يتصرف في المال أو يتصرف في الحقوق. فيكون الموصي إليه هذا بمثابة الوكيل عن الأحياء. لكن لما مات الرجل فإحنا نتحدث الآن عن الموصي إليه. فلان عند موته قال أنا عهدت لزيد بالقيام على المال وعلى إيصال الحقوق إلى أهلها والنظر في أطفالي بعدي. يبقى صار زيد هنا موصي إليه، هو اللي هيتصرف بعد وفاة الموصي. إذا الموصي إليه لا علاقة له بالوصية إلا أنه هو الذي يقوم على تنفيذها وعلى الإشراف سواء على الوصية أو على غيرها. هو الذي عهد إليه الموصي بعد الموت بالتصرف في المال أو الحقوق. إذا فرق بين الموصى له وهو الذي مستفيد أوصى له الموصي بشيء، يعني وهب له شيء يا بالوصية، نعم أوصى له بشيء، وبين الموصي إليه. فالموصي إليه وكيل، وأما الموصى له ركن من أركان الوصية.
فتصبح الوصية لها ثلاثة أركان: الموصي اللي هو الذي يوصي، الرجل الذي أوصى، والموصى له، والموصى به، الشيء الذي أوصى فيه. أما الموصي إليه فلا علاقة له بالوصية، ليس من أركان الوصية، لأن الموصي إليه هو الذي حيتصرف عن كما لو كان الموصي حيا، يعني بمثابة الوكيل. فتفهم المقصود من هذا الباب، إن المقصود، فالمقصود من هذا الباب هو أن يذكر لك أحكام الموصي إليه، وهو الذي سيعهد إليه بعد بالتصرف بعد الموت، سواء تصرف في المال أو تصرف في الحقوق. لذلك قال: تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصي فعله. تجوز الوصية إلى كل مسلم خرج بالمسلم الكافر، فالكافر ليس من أهل الأمانة. لماذا؟ لأن الكفار يعني خانوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من قبل، فلئن خانوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالكفر فخيانتهم للناس من باب أولى، من باب أولى. فلذلك قال: لذلك الوصية لو أن رجلا أوصى لكافر إن يعهد إليه بالقيام على ماله لا يجوز، لا تنفذ ذلك. ولقول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. سبيلا هنا نكرة في سياق النفي، في عموم، أما صيغة من سياق العموم، فليس هناك ولاية لكافر على مسلم أبدا. أتترك لما هذا الرجل الصنم عند موته من أراد أن يعهد إليه بإدارة البلاد؟ جاء بالسفير البريطاني صلى الله عليه وسلم والعافية، حتى عند الموت أراد أن يسلم البلاد للسفير البريطاني حتى تصرف فيها، ضيعة من ضيعات أبيه. وهكذا الطواغيت خانوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم خيانة حتى في اللحظات الأخيرة، في لحظات موته الأخيرة أراد أن يعهد البلاد للسفير البريطاني. قوم على شأن المسلمين وشأن البلاد وشأن العباد، وعاش على هذا صلى الله عليه وسلم والعافية. لذلك قال: تجوز الوصية إلى كل مسلم. إذا لابد يكون الموصي إليه مسلم عاقل، وعاقل لأنه حيقوم على التصرف على خرج بالعقل المجنون، لأن المجنون لا تبطل، يعني المجنون تهدى تصرفاته لكونه فاقد العقل. إذا العاقل خرج به المجنون ليس له ولاية، لا يستطيع، لأنه هو تصرفاته باطلة. عدل والعدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب خوائم الله. طبعا العدالة هنا شيء يعني متفاوت، تفاوت كبير جدا. فعلى ذلك إذا كان الرجل مستقيما في دينه وفي نفسه، يعني لا يتهم بالخيانة ولا يتهم بالسرقة ولا يتهم بجريمة من الجرائم، إذا كان متهما بخيانة أو متهما بجريمة من الجرائم المخلة سواء في المال أو في العرض أو نحو ذلك، لا يجوز الوصية، لا يعني تبطل الوصية إليه. لذلك قال: وتجوز الوصية إلى كل مسلم، لأنه حيقوم بعد ذلك على أموال ويقوم على حقوق، فلابد أن يكون رجلا مستقيما ظاهر الاستقامة. من الذكور والإناث، من الذكور والإناث ليدلك على أنه كما يجوز أن يعهد بذلك يوصي أن يعني إلى رجل، كذلك قد يكون الموصي أن يجوز أن يكون الموصي إليه امرأة، لا حرج في ذلك. لماذا؟ لأن المرأة
من باب هناك دليل وهناك نظر. فمن باب الدليل عمر رضي الله تعالى عنه عاهد بوقفه إلى حفصة، قال ليالي هذا الوقف من بعد ابنتي حفصة. فعمر رضي الله تعالى عنه أوصى بإدارة الوقف الذي كان له لابنتي حفصة، فهذا دليل. وعمر رضي الله عنه سنته متبعة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. طيب، ومن حيث التعليل فالمرأة من أهل الشهادة، تشهد ولا لا تشهد؟ تشهد. إذا كانت من أهل الشهادة فكذلك يجوز الوصية إليه. إذن على ذلك الوصية كما يجوز إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصي فعله. انتبه لهذه الجملة، يقول بما يجوز للموصي فعله، يعني كل شيء يجوز للموصي فعله يجوز أن يوصي فيه إلى آخر، أما ما لا يجوز للموصي فعله فالوصية به باطلة. مثل ماذا؟ أحسنت. لو أوصى بفعل محرم، يعني أوصى مثلا إن المال هذا ينفق على قبر البدوي، أو ينفق على الذبح للقبور، أو الذبح لغير الله، أو الذبح في الموالد، فمثل هذه الأمور أمور محرمة هي أصلا لا تجوز له فعلها. فإذا كانت لا تجوز له فعلها فبالأحرى لا يجوز لوكيله أو للموصي إليه. لذلك قال بما يجوز للموصي فعله، إذن ما لا يجوز للموصي فعله حتى لو أوصى به فإنه لا يجوز. وكما لو أوصى مثلا بالمال أن ينفق على حانة خم مثلا أو آلات موسيقية، كل هذه الأشياء لا تجوز، فلا يجوز له ذلك. إذن الوصية بكل بما يجوز للموصي فعله. نعم. ومنها كذلك مثلا إذا كان هذا أيضا من التصرفات التي لا يجوز فعلها إذا كانت فعلا محرمة، وقد يكون تصرف لا يجوز فعله لحق الغير، كأن يكون بيته مرهونا. طبعا البيت المرهون هل له أن يتصرف فيه؟ ليس له أن يتصرف فيه. فلو عهد الآخر، لو أوصى لآخر بتصرف فيه لا يجوز، هو نفسه لا يجوز تصرف فيه. لذلك قال بما يجوز يتجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصي فعله. إذن ما لا يجوز للموصي فعله أنه لا تجوز الوصية فيه. إذا لابد أن تكون منتبها لكلام المؤلف رحمه الله. كلام المؤلف كلام عالم كبير، الإمام ابن قدامة عالم كبير، يعني كل كلمة بيضعها بيعلم يعني لماذا وضعت. قال بما يجوز للموصي فعله من الأشياء التي يجوز له فيها من قضاء دينه، من هنا بيانية يعني من قضاء دينه هذا يجوز له فعله، وتفريق وصيته، أوصى لفلان بكذا أوصى لفلان بكذا أوصى لفلان بكذا، وتفريق وصيته والنظر في أمر أطفاله، يكون وصيا على أطفاله من بعده، كل هذا يجوز. طيب، وبالنسبة لقضاء الدين هنا البعض يشترط هنا أنه لابد يكون أن الدين يكون معلوما، هذا المذهب يشترط ذلك، يشترط أنه لا يجوز أن يوصي بقضاء دين إلا أن يكون الدين معلوما، هذا المذهب. ولكن الصواب حتى لو كان الدين مجهولا لا حرج في ذلك، هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لا حرج في ذلك. قال ومتى وصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه، عنده أطفاله أو مجانين، عنده ناس أقارب له أو له ولاية عليه من المجانين، ثبت له ولايتهم، يعني هنا يعني صار وصيا عليهم، وينفذ تصرفه فيه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء. انتبه لذلك، متى أوصى الأب
لفلان بأن يكون على أمر أطفاله من بعده صار وصيا في حكم الشرع، صار هذا يقوم مقام الأب في التصرف للأولاد. لكن هل الشريعة تبيح أي تصرف لهذا الوصي؟ لا، هناك تصرفات محدودة. كل تصرف فيه حظ للصبي أو للأطفال فتصرف صحيح، وأي تصرف من تصرفات الصبي يضر، وأي تصرف من تصرفات الوصي يضر بمال الأطفال أو بمال الأيتام فإن تصرفه لا يعني يكون باطلا. لذلك قال وينفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء. ولذلك الله جل وعلا لو تأملت قول الله جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي أحسن، هذه أفعل التفضيل. ومعنى هذا إن لو دار التصرف بين الحسن وبين الأحسن فهو مأمور بأن يأخذ بالأحسن. يعني لو كان هيبيع في مال للصبي يباع وفي معروض عليه 100 معروض عليه بمئة وعشرة يلزمه يبيع بكم؟ 110. لأن الله جل وعلا يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولذلك قال وأنف تصرفوا لهم بما لهم فيه الحظ، حيث كان أحظ لهم. وإن يكون البيع ده هو الحظ، ممكن يكون البيع ليس الحظ، كان يكون مثلا قطعة أرض، يعني مثلا قطعة الأرض الآن البيع فيها، البيع دائما خسران دائما. أي واحد يبيع الأرض الآن بالأرض، لأن يعني الأرض اليوم بخمسة غدا بستة سبعة بثمانية هكذا كل يوم بسعر، كل ما بقيت عندك. يبقى إذا لو باع قطعة أرض لهم يبقى ليس يبقى 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 ليس هذا حظا لهم، إلا إنه هيبيعها ويشتري مثلها بأقل منها وهي في نفس درجتها. يبقى هنا الاعتبار هنا بيه، الاعتبار هنا بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء. قال وقبول ما يوهب له، لأننا يعني قبول هبة مصلحة، يعني والإنفاق عليهم. طب لو هو أراد أنه يتبرع من مال الصبي يتصدق من مال الصبي لا يجوز، يهب من مال الصبي لا يجوز، يوقف من مال الصبي، كل هذه التصرفات باطلة. لأن مبنى الولاية مبناها على النظر في مصلحة اليتيم، مصلحة يعني الأطفال القصة، كل هذه مبنى الولاية. لذلك قال وأنف تصرفوا لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء. تفهم من هذا إيه؟ أن ما ليس لهم حظا فيه فإنه لا ينفذ تصرفه، كوقفه من باب الصبي، تبرعه من باب الصبي، صدقته من باب الصبي. قال لذلك قال وقبول ما يوهب لهم والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤونته بالمعروف. منهم من تلزمهم مؤونته بالمعروف؟ واحد ترك أطفال وفي أقارب لهؤلاء الأطفال، دول عندهم مال، وفي أقارب لهؤلاء الأطفال فقراء. في هذه الحالة يبقى هو هنا حيلزم بالنفقة على هؤلاء الأطفال. ومن تلزمهم والقصة، حتى لو كان بنات، ممكن يكون بنات مثلا ولكن أم البنت مثلا تحتاج إلى شيء، ففي هذه الحالة يبقى من هذه تلزمهم يعني مؤونته بالمعروف، يعني بما هو متعارف عليه. قال والتجارة لهم، يعني ينفذ الصرف في التجارة لهم، ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح. ويجوز الوصي أن يدفع المال الصبي هي مضاربة، والمضاربة هو إيه؟ هو دفع المال لمن يعمل فيه على جزء مشاع من الربح، يعني يدفع المال واحد يقوم بتشغيل المال، هذه معنى مضاربة. يجوز هذا، كل هذا بشرط أن يكون هذا الأحظ يعني للأطفال أو للقصة. نعم. قال وإن اتجر لهم، طب لو قام هو بالتجارة لهم، وإن اتجر لهم فليس لهم من الربح شيء،
ليس له أن يأخذ شيئا من هذه الأرباح في مقابل عملي، لأن أصل عملي هو من باب التبرع، من باب الإحسان، ليس من باب الأجر. فلذلك ليس له أن يأخذ على ربحه شيء في مقابل عمله، لأن الربح ده هو نماء للمال، والأصل أن الوصي يعمل للقاصرين تبرعا محتسبا. نعم، ولا صح أن يفرض لنفسه أجرة في مقابل عمل. إذن حتى لو قام هو بالتجارة في هذا المال ليس له أن يأخذ أجرة على هذه التجارة، لأن أصل عمله احتساب، احتسب هذا. قال وله، إذن هذه الأشياء ليست له، إنه يأخذ أجرة على عمله أو يأخذ شيء من الربح في مقابل عمله، لأن أصل عمله كوصية على القصة أو على الأطفال أو على البنات، أصل عمله احتساب لوجه الله عز وجل. وله أن يأكل من أموالهم عند حاجته بقدر عمله ولا غرم عليه. طب هب أن هذا الرجل الوصي فقير في هذه الحالة، فالشريعة أجازت له أن يأكل بقدر حاجته لا بقدر عمله. ولذلك يقول الله جل وعلا: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، بما تعرف عليه الناس هو حاجته، بقدر حاجته، عند حاجته، عند الحاجة إن يأخذ منه بقدر حاجته ولا غرم عليه. ولا غرم عليه يعني هو لا يلزمه أن يرد هذا المال. طب هب أنه جاء له مال فيما بعد، فهل يلزمه ذلك؟ لا يلزمه. البعض من العلم يقول يلزمه أنه يرد المال، والصواب أنه لا يلزمه، لأنه حين أخذه على وجه المباح، لقوله تعالى: ومن كان غنيا. إذن الغني الذي لا يحتاج ليس له أن يأخذ شيئا من هذا المال، سواء عمل في هذا المال أو لم يعمل ليس له أن يأخذ شيء، لأن مبنى عمله احتساب لوجه الله عز وجل. لكن إذا ومن كان غنيا فلا يستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقوله فليأكل بالمعروف يعني بما تعرف عليه الناس. وذلك الله جل حذر من إيه؟ حذر من مجاوزة هذا المعروف: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. قبل ذلك حذر الله جل وعلا من أكل المال مخافة أن الولد يكبر وإسراف في هذا المال، أن هذا. ولذلك الله جل يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال: وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به. طيب هم أن الرجل ده أراد أن هو يوصي لهؤلاء الأولاد، هو يوصي هو لغيره. نعم، وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به، يعني هو الأب. خليك معايا بس، أنت هو كل واحد يهني، خليك معايا واحد من الناس كما قال ابن قتيبة الدينوي رحمه الله، يقول: والناس كأسراب القطا يتبع بعضهم بعضا. واحد مشي الناس كلها بتمشي وراه. والناس كأسراب القطا يتبع بعضهم بعضا. قال: فلو وجد فيهم، لو قام فيهم من يدعي النبوة مع معرفتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، أو حتى من يدعي الربوبية، لوجد على ذلك أتباعا وأشياعا. وهكذا عشان الناس قاعدوا يقولوا: الناس والله ده هيبيع قناة السويس، وهيبيع قناة، وهيبيع الأهرامات، وهيبيع الهواء في الماء، وهيبيع البحر الأبيض المتوسط. وفي ناس سبحان الله انخاخ هكذا. بس انتبه لهذا، إلا أن الله جل وعلا يقول: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ولذلك الفاسق هو الذي يستخف لأنه فاسق، فربنا عز وجل يسلط عليه الفسقة. أما الإنسان المسلم السوي العاقل الفاهم لا يستخف. فرعون استخف الناس، ادعوا الربوبية والألوهية، وقال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. والناس تبعوه على ذلك، استخفهم.
كثير من الناس الآن مستخفون لنا الله المستعان، وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به. يعني هنا إن هل للوصي أن يوصي غيره؟ فالمذهب يرى أنه ليس له أن يوصي غيره. لماذا؟ لأن الأب اختار فلان، الأب لما مات أو لما مات اختار زيد من الناس، فاختيار زيد من الناس يبقى هو ليس له، فهو ليس له أن يوصي غيره في هذا. وهذا المذهب نعم، والبعض من أهل العلم بيقول هذا، يعني إذا لم يجد، إذا كان هو مثلا يعني مقبل على هلك أو نحو ذلك وخاف ضياع الأطفال، فله أن يوصي إلى رجل أمين آخر، ولكن يحتاج يعني ينظر إلى ديانته وإلى أمانته وإلى عدله. فالمسألة فيها هنا مبناها على إيه؟ مبناها على حتى يعني لا يضيع الأطفال ولا يضيع أمر القصة في ذلك. قال ولا أن أبيع واشتري من مالهم لنفسه. يعني هب أن الرجل هو عنده تجارة هو، فهنا المذهب يقول أنه لا يشتري له ويبيع من ماله هو لنفسه. ليه؟ لماذا؟ أحسنت، لأن في تهمة، في تهمة، ولا سيما في مثل هذه الأزمان التي نحن فيها الآن، ففي تهمة، في الأمانة الآن يعني خف أمرها عند كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا القول له حظ من النظر، لأن البعض يقول إن انتفت التهمة فهي فلا حرج، بس حقيقة في مثل هذه الأزمان لا، ما يشتريش من نفسه، لا يشتري ولا يبيع من نفسه، يشتري ويبيع من غيره. ممكن عنده قطعة أرض يعني يريد أن يبيعها، الأرض هي بخمسة فيبيع عنهم بسبعة ثمانية، هو اللي بيتصرف. لا، يبقى ذلك المذهب يقول ولا أن يبيع ويشتري من ماله بنفسه، ويجوز للأب ذلك. الأب هو اللي يفعل كده، لأن الأب نفسه التهمة في حقه منتفية، اللي هو يعني الأب نفسه هل له أن يفعل ذلك إنه يشتري؟ يعني لا حرج، أنت ومالك لأبيك. قال ولا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم. الجملة الأخيرة هذه يريد المؤلف رحمه الله تعالى أن يرتب لك من لهم حق الوصاية على الصبي أو المجنون أو القصة عموما. فيقول الأب أو وصيه هو من أوصى إليه، الموصي إليه. إذ إن عدم الوصي، إن عدم الوصي يقول الحاكم. المؤلف هنا يرتب إيه؟ الحاكم هنا بقى، الحاكم يعني القاضي هنا هيقوم يعين وصي على هؤلاء الأطفال. طبعا البعض من أهل العلم هنا يرى أنه أن الوصية هنا للأب أو وصيه أو لأقاربه، أقارب الولد، أقارب الأطفال. يعني إن وجد الجد فهو أولى، إن عدم الجد يبقى إخوة، إخوانه، لأن القرابة هيكون لها أثر بخلاف الرجل الغريب. لذلك عند البعض من العلم أن أقارب هؤلاء القصة هم لهم الولاية بعد الوصي، يعني الأب أو وصيه أو أقاربه يعني لو وجد الجد يبقى هو. طب لم يوجد الجد الأخ موجود يبقى الأخ، لم يوجد الأخ الأم وكانت يعني رشيدة يبقى هي، لأن احنا اتفقنا على أن وصي يجوز أن يكون من الذكور أو من الإناث، رجلا كان أو امرأة. يبقى الأولى في هذه الحالة القرابة، طالما أنهم يستقيم معهم الصفات. لماذا؟ لأن القرابة لها أثر في النظر في الحظ، في حماية الأطفال وحماية القصة وحماية أموالهم. المؤلف هنا يقول الأب أو وصيه أو الحاكم مباشرة، ولكن القول الراجح في ذلك أن الأب أو وصيه أو الأقارب. والطريق في هذا أن هو
لو وجد الجد طبيعي من الجد يروح للحاكم، اصل الوصيه دي مكتوبه، يبقى الحاكم حينفذ الوصيه. الوصي لو عدم الوصي يبقى في هذه حاله الجد يذهب الحاكم او القاضي ويطلب النظر في على اولاده. ان لم يوجد الجد يبقى الاخ، لم يوجد الاخ الام، لم توجد ام يبقى العم. اذا اقارب هم اولى في هذا. نعم نعم، يعني اقارب هنا اولى في هذه. ان اقارب هؤلاء قصه لهم الولايه، فاولهم الجد يعني، ثم الام يوى العصبات. نعم. فصل. ولوليهم ان ياذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده، والرشد هنا الصلاح في المال، فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ وأشهد عليه ذكرا كان أو أنثى، وإن عاود السفه أعيد عليه الحجر. نعم. ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه، ولا يقبل إقراره في المال، ويقبل في الحدود والقصاص، ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق والقصاص والطلاق، فإن طلق أو أعتق نفذ طلاقه دون إعتاقه. طيب، يقول فصل في الرشد وفي الحج. طبعا احنا نعلم الآن ان الوصية على مال الأطفال معلوم بأن الله جل وعلا يقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن المال لا يدفع للصبي إلا بشرطين. ففي هذا الفصل يعني فصل في الرشد والحج. طبعا المعلوم أن لما ثبتت الوصايا على الأطفال أو على الصبيان أو على القصة عموما، ففي هذه الحالة يعني هذه ولاية شرعية، وبالتالي المال كما ذكر الله جل وعلا هو بدل اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. إذا من هذه الآية المال لا يدفع لليتيم أو للقصة إلا بشرطين. الشرط الأول بلوغ النكاح، لقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، وقت تفصيل الكلام على ذلك. والشرط الثاني إناس الرشد، والرشد كما سيأتي في تعريف المؤلف الرشد هو الصلاح في المال، وهذا هو تعريف جماهير العلماء، هو أن يتصرف في المال على مقتضى العقل، على مقتضى الصيانة للمال، وعلى مقتضى الحفظ للمال. فهنا في هذا الباب حيذكر لك هنا الأحكام التي ينفك بها الحج عن الصبيان القصة. ما هي الأعمال؟ متى ينفك الحج؟ لما ثبتت الوصية صار هناك حج. الحج في اللغة بمعنى المنع، ومنه قوله تعالى ويقولون حجرا محجورا، يعني حراما محرما ممنوعا عليهم الجنة. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا ممنوع عليهم، يعني ما عده الله عز وجل للمؤمنين. إذا الحج في اللغة بمعنى المنع، والحج في الشرع المنع من التصرف في المال. الحج في الشرع المنع من التصرف في المال، وهذا الحج نوعان: حج لحق النفس مثل الحج على مال الصبي وعلى مال المجنون وعلى مال القصة عموما، يبقى هذا حج لحق النفس أن يحجر عليه كما ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. وبيتوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنست منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. النوع الثاني من الحجر حجر لحق الغير، اللي هو إيه؟ الرجل الذي فقد ديونه رأس ماله فيحجر عليه لحق الديون، لحق يدائنيه، يبقى هذا حجر لحق الغير. نحن نتحدث عن النوع الأول من الحجر، الحجر الحق لحظ النفس، لحق النفس، كالحجر على مال الصبي والحجر على القصة العمومة. يقول ولي وليهم
اللي هو الوصي، سواء كان وصي الأب أو إن عدم الوصي يبقى كما ذكرنا الجد أو الأقارب أو الأم إن وجدت، ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان في التصرف ليختبر رشده. يبقى هنا الإذن له بالتصرف في المال ليس لأن تصرفاته نافذة، وإنما ليختبر رشده، لأن الله جل وعلا يقول وابتلوا اليتامى. وابتلوا اليتامى يعني اختبروا اليتامى، ولا يمكن اختباره إلا من يعهد إليه بأن يتصرف في المال، يبيع شيء، يشتري شيء، فينظر هل عنده رشد في المال ولا لا. لذلك قال ولوليهم أن يأذن للمميز. هنا المميز من الصبيان خرج بيما المميز هو اللي عنده تمييز، والعلماء يقولون إن سن التمييز غالبا يكون عند سن 7 سنين، ممكن يكون مميزا قبل ذلك، لكن في الغالب إنه إن سن التمييز يكون عند سن 7 سنين. إذا غير مميز ليس له ذلك. لذلك قال أن يأذن للمميز من الصبيان في التصرف ليختبر رشده. قال والرشد الصلاح في المال، وهذا قول هذا يعني المذهب، والمذهب عند المالكية وعند الجمهور أن الرشد هو الصلاح في المال. الشافعية رحمه الله تعالى يقول يذهب إلى أن الرشد صلاح في المال وصلاح في الدين، لابد يكون عنده أيضا استقامة، ولكن قول الجمهور أولى في هذه، لأن يقول فإن أنست منهم رشدا فالرشد هو الصلاح في المال. الصلاح في المال طالما هو عنده رشد حتى ولو كان دينه رقيقا، لكن طالما هو عنده رشد في المال يعني يعرف يتصرف ويبيع ويشتري ولا يغبن، يعرف ان هو يعني يستطيع انه يحافظ على المال، هذا معنى الرشد. زي قال الرشد الصلاح في المال، فمن آنس رشده دفع اليه ماله اذا بلغ، وهذا لقوله تعالى فان انستم منه رشدا حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منه رشدا. اذا هناك شرطان لا يدفع المال الا بتحققهما، بلوغ النكاح واناس الرشد. بلوغ النكاح باحد 3 بالنسبه للاولاد، بالانزال، وهذه علامه مهمه جدا سواء عند الولد وبالنهايه بالنسبه للولد او بالنسبه للبنت، يبقى بالحيض. العلامه الثانيه بالانبات حول القبل، هذه اماره من علامه من علامات البلوغ. العلامه الثالثه ببلوغ 15 سنة، متى تحقق ايها صار يعني ثبت له حكم البلوغ، ثبت له حكم البلوغ بالإنزال أو بالحيض للبنات، الثاني بالإنبات حول القبل، الثالث ببلوغ 15 سنة. لأن رفع بن خديج عرض عن النبي صلى الله عليه وسلم في يعني هو ابن 14 سنة فرد، فلما جاء في الخندق عرض عليه وهو ابن 15 سنة فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتبر العلماء ذلك في البلوغ. طبعا متى بلغ اليتيم ارتفع عنه وصف اليتم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد البلوغ. اذا متى بلغ اليتيم ارتفع عنه وصف اليتم، فهذا البلوغ. ثم إناس الرشد، قال واشهد عليه. طبعا وهذا هي بالاجماع، هذه المساله بالاجماع انه يدفع عليه المال بعد ببلوغ شرطين. الشرط الاول هو البلوغ، الشرط الثاني إناس الرشد في المال. طيب فإذا بلغ لكن ليس عنده رشد في المال، بيقبل في المال، لا يتصرف في المال، عنده حمق سفه، يبقى لا يدفع عليه المال حتى يكون عنده رشد، حتى لو كان سنه لو بلغ عمره 40 سنة لابد يكون بهذين الشرطين، بلوغ النكاح إناس الرشد. قال فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ وأشهد عليه ذكرا كان أو أنثى، يعني متى تحقق في الشرط في الذكر أو في الأنثى يدفع إليه المال طالما بهذين الشرطين. فإن عاود السفه ظهر عليه مرة ثانية، السفه أعيد عليه الحج،
أعيد للولي في هذه الحالة أن يحجب عليه. طبعا هذا يحتاج إلى إثبات معود السفه، فالحاكم هيحكم بالحجب عليه، وهذا يكون حجب الحظ، حجب لحق النفس، أعيد عليه الحجب. قال ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، يعني في هذه الحالة الحاكم حيراقب الوصي، يعني الوصي هذا مش مفتوح له أي تصرف، لا ده الحاكم حيراقب تصرفات الوصي في المال. لو وجد أنه بيتصرف في شأن الأطفال القصر وفي شأن من ثبتت له الولاية عليهم، لو وجد أنه بيتصرف على مقتضى الديانة ومقتضى المصلحة ثبته الحاكم، أما إذا وجده يتصرف على غير مقتضى الأمانة يعزله الحاكم مباشرة. لذلك قال ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، يعني فإذا وجد أن الموصي إليه فرط في أمواله ولم يحفظها توفى عنه الولاية ويعين الحاكم غيره، ولا ينفك الحجر عنه إلا بحكمه. وهنا والحجر ده يعني حينفك بحكم حاكم، حجر الحق يعني لما يبلغ ويشهد الولي عند الحاكم إن بناه عنده رشد في المال وبلغ النكاح، فالحاكم في هذا يحكم بفك إيه؟ إحنا الآن إحنا بنسمي الكلام ده بيسموه في المصطلح الحديث إيه؟ المجلس الحسمي. الكلام ده الآن بيسموه بالمصطلح الحديث المجلس الحسمي. المجلس الحسمي ده هيئة اعتبارية الحكومة بتعينها لما ما يكونش هناك في وصية على الأطفال القصة فهم بيتصرفوا في المال. الأصل إن وصية الأب تنفذ، وصية الأب فينعدم الأب يبقى من الأقارب. نعم، لكن هنا لذلك يعني ماذا بيقول الأب أو وصيه أو الحاكم؟ فالحاكم ده اللي هي الجهة الاعتبارية اللي هي الحكومة الآن. نعم، طبعا يقول ولا ينفج الحج عنه إلا بحكمه، يعني حكم الحاكم، ولا يثبت إقراره في المال. يعني الصبي لو أقر مثلا حين الحج عليه إن المال ده لو في واحد له دين عليه لا يعتبر إقرار الصبي هنا في هذه الحالة، لأن الحج ده لحفظ حفظ المال. طب والدائن؟ الدائن بقى لما ينفك عنه الحج يأتي ويطلب المال، لكن هو أصلا حجر عليه حتى يحفظ له ماله، فلذلك لم يقبل إقراره في المال. فلو أقر الصبي حال حجر عليه بدين لشخص لم يقبل على الحال الحاضرة، ولكن يطالب بهذا الدين بعد فك الحجر عنه. ويقبل أي إقرار الصبي في الحدود والقصاص والطلاق، ممكن يكون غلام فجنى جناية لا حد يقبل إقراره في هذه الحالة، يعني في الحدود وفي القصاص والطلاق ممكن يكون تزوج وبلغ، فلو طلق يعني يقبل ولا لا؟ لأن احنا فقط نتحدث عن حجر في المال، في المال فقط، أما تصرفاته هو تصرفات الصبي المالية محجور عليها طالما أنه ثبت الحجر عليه، إلا بشرطين البلوغ وإناث الرشد. قبل البلوغ محجور عليه حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد والصلاح في المال. أما أقواله في الحدود أو في أنه ارتكب جريمة من الجرائم التي فيها حد من الحدود فإنه يقبل إقراره كذلك في القصاص قتل أو نحو ذلك، وكذلك في الطلاق. لذلك قال وإن طلق أو أعتق نفذ طلاقه دون إعتاق. لماذا حينفز الطلاق دون الإعتاق؟ لأن الإعتاق ده تصرف مالي والحجر بيبطل جميع تصرفات المالية، لكن الطلاق له علاقة بتصرف المال؟ لا، يبقى ينفذ الطلاق دون إعتاق لأن العتق تصرف إيه؟ تصرف مالي. ولذلك يا ابن المنذر يقول أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن إقرار المحجور يعني عليه على نفسه جائز، إذا كان إقراره بزنا أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل، وأن الحدود تقام عليه، وذلك أنه غير متهم في حق نفسه، والحجر إنما تعلق بماله. نعم، الحين ايش نكتب؟ عندك موجود هذا الكلام، كل هذا الكلام موجود عندك.
قول ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على أن إقرار سواء الحجب عليه الحق الحق النفس أو الحجب عليه الحق الغيب المحجور عليه الحق نفسه أو الحق غيره تصرفاته المالية مهدرة لا تنفذ لكن إقراره على نفسه بزنا أو بسرقة أو بحد من الحدود أو بطلاق أو نحو ذلك كل هذا واقع تصرفاته يعني التصرفات التي لا تتعلق بالمال صحيحة أما التصرفات التي تتعلق بالمال ليست صحيحة إيتي خلاص إن شاء الله تفضل فصل وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه وإن رآه سيده أو وليه يتصرف فلم ينهه لم يصر بهذا مأذونا له لم يصر بهذا مأذونا له طيب هنا يقول إن هنا في مسألة مش دخل لا تدخل في هذا ولكن مسألة يقول وإذا أذن السيد لعبده في التجارة المعلوم إن العبد غير مأذون له في التصرف لأن العبد وماله مملوك للسيد لكن إذا أذن له في التصرف في المال هنا الكلام هنا لذلك قال فصل في العبد المأذون يعني المأذون له تصرف في المال وإن أذن السيد العبد في التجارة لو أذن له في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره لماذا؟ لأنه أذن له في المال ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه يعني لو أذن له في شراء يبقى ليس له أن يبيع في بيع ليس له أن يشتري في بيع وشراء يبقى ينفذ تصرفاته فيما أذن له فيه ما لم يأذن له فيه لا ينفذ تصرفه لأن الأصل هو ليس له أن يتصرف في المال لماذا؟ لأنه هو ملك للسيد العبد ملك للسيد قال وإن رآه سيده يتصرف فلم ينهى يعني وجد رآه يبيع شيء فسكت يقول لم يصر بهذا مأذونا له هم المذهب يرى ان السكوت ليس علامه على الرضا مع ان هذا في نوع من ايه من الاقرار هو الصحيح ان فعلا هو لا ينفذ له ولكن في هذه الحاله لو حصل تغرير هيضمن في هذه الحاله لانه سكت يعني هل ان السيد راى العبد هو يبيع شيئا وسكت صحيح ان السكوت ده ليس اذنا لانه ليس اذنا صريحا ولكن في هذا في نوع من ايه من التغيير يبقى لو حصل فيه شيء هيضمن السيد في هذه الحاله وهذا عند شيخ الاسلام رحمه الله تعالى شيخ الاسلام يقول هذا غير مأذون له فعلا ولكن يعني السكوت هيكون هذا في نوع من التغيير فلو حصل شيء تلف او اي لهذا الشيء او ضياع للمال هيضمن مين السيد هو اللي يتحمل عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن السيد يتحمل نتيجة هذا السكوت الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أقفوا بإذن الله جل وعلا عند كتاب الفرائض إن شاء الله هذا آخر كتب المنهج إن شاء الله كتاب الفرائض إن شاء الله الحمد لله رب العالمين.